بعد انقطاع دام سنوات ثمان عادت أنقرة إلى القاهرة بوفد رفيع المستوى. نائب وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره المصري محاولا جسر ما تقطع ولملمة ما تكسر. على طاولة الحوار ملفات كثيرة استبقها إعلان صريح ومعلن: نريد عودة العلاقات، قالها كبار المسؤولين الأتراك خلال الأشهر الماضية. علقت مصر حينها بإيجاب مشروط من شأن تنفيذه تطبيع على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. أنقرة المحاصرة بأزمات اقتصادية وسياسية أبدأ اهتماما كبيرا بما تريده القاهرة، أوقفت نشاط الإرهابيين المصريين على أراضيها لتأتي وتناقش مآلهم وتسليمهم إلى بلادهم. مباحثات وصفتها القاهرة بالاستكشافية، يتخللها كذلك مناقشة سياسة أنقرة في البحر المتوسط وتدخلها العسكري في المنطقة. دبلوماسية مصرية قابلت التودد التركي الأخير بتحفظ ينتظر ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة. مقاربة تهتم القاهرة في تفصيلاتها بتنسيق مع العواصم العربية المعنية بهذه الملفات والتفاهمات المشتركة. مع زيارة الوفد التركي إلى جمهورية مصر العربية، ثمة من يرى أن حراكا أوسع قد تحمله قادمة الأيام لن يقف عند هذه الملفات وحسب، بل سيتعداها من جهة الأطراف والقضايا. كل ذلك مرهون بالتزام أنقرة باشتراطات القاهرة وجداولها الزمنية الموضوعة تحت الأعين المصرية. إلى أين ستمضي هذه المباحثات؟ سؤال يرى المتابعون ضرورة التأني في الإجابة عليه، لكنهم يجمعون بأن صيفا حارا ينتظر الإخوان الإرهابيين الهاربين إلى تركيا، وينتظر أبواقهم المفضوحة في غير مكان.